شارك واربح في مسابقة الحقيقة الأسبوعية. اتصل على 0999-466 وأجب عن السؤال التالي: من هو أول مؤذن في الإسلام؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه، بلال بن رباح رضي الله عنه. للمشاركة في المسابقة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، الاتصال على الرقم 0999-466 اتصل واربح، كلما شاركت أكثر زادت فرصتك في الربح. جوائز المسابقة: جهاز سامسونج جالاكسي اس 3 مقدمة من شركة ديجيت شوبينج بفروعها عمان الصوفية والمفرق شارع الجامعة، هاتف 0777-431-800. رحلة إلى مدينة العقبة لأربعة أشخاص والإقامة لمدة ليلة واحدة بغرفتين مزدوجتين مقدمة من فندق مينا العقبة. تمتع بشمس العقبة مع فندق مينا العقبة. للحجز والاستفسار هاتف 03-2-0-1-51-65-079-300-376. تذكر الرحلة ذهابا وإيابا مقدمة من شركة النقليات السياحية الأردنية جت. سخان شمسي مقدم من شركة شمس الضحى للسخانات الشمسية لصاحبيها القلعاوي والزمر بفروعها طبربور، الكرك، الفحيص، عين الباشا، مرج الحمام والطفيلة. للاستفسار هاتف رقم 0791994002. رحلتي عمرة تشمل التأشيرة والتنقل والإقامة مقدمة من شركة استيتية للحج والعمرة بفروعها الزقاء، حي الحسين، يجوز، الجبل الشمالي، والفرع الجديد في عمان الأشرفية. استيتية نضمن لكم راحتكم. للحجز والاستفسار هاتف 0797-608-222. تذاكر مجانية بقيمة 150 دينار مقدمة من مدينة الألعاب ماجيك بارك، مجدي مول، شارع الجامعة الأردنية. العب وامرح بلا حدود. هاتف 0799-701-124. فرشة جاكاريتش مجوز مع سنة كفالة تبديل لثلاثة سنوات لأي عيوب مصنعية، بالإضافة إلى هدية طقم مخدات صحية مقدمة من أوقات النوم للمفروشات بفروعها عمان، شارع الحرية والدوار الثالث، الكرك، الربة، أوتوستراد الزرقاء. للاستفسار هاتف 0797-899-811. غسالة حوضين مقدمة من الشركة الأردنية لصناعة أفران الغاز والغسالات اليونيفرسال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.